بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم إذ أرسلنا إليهم
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر تقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل
الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي كل شيء وإليه.